بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. هنا من مطار القاهره الدولي نستعد للسفر الى بتسوانا، تحديدا جبروني عاصمه بتسوانا، لمباراه تاونشيب. هذه المباراه الهامه جدا في الجوله الرابعه من مباريات المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا. الاهلي فاز في المباراه الاولى في الجوله الثالثه بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، لكن لابد من الانتصار وتحقيق النقاط الايجابيه في هذه المباراه لاستكمال الترتيب بشكل جيد وتواجد الاهلي في صداره هذه المجموعه قبل جولتين من ختام مباريات المجموعه الاولى وقبل مواجهه كامبالا سيتي الاوغندي والترجي التونسي. هذه المباراه الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون قرر اصطحاب 24 لاعب هم قوام القائمه الافريقيه، اذا ما وضعنا في الحسبان استبعاد اربعه لاعبين اخرين من هذه القائمه نتيجه ظروف مختلفه ما بين رحيل عبد الله السعيد وعوده باسم علي من الاصابه تدريجيا في الفتره الاخيره، وايضا خلال الفتره القادمه في عدد من اللاعبين سواء بكماني يقترب من الرحيل في الفتره القادمه وايضا كمان احمد حمودي. عموما الجهاز الفني قرر اصطحاب 24 لاعب في هذه المباراه، رحله طيران تستغرق حوالي 11 ساعه سفر بدءا من مطار القاهرة ثم التواجد في أديس أبابا ترانزيت لمدة حوالي ساعة ونصف، ثم رحلة مباشرة من أديس أبابا إلى جبروني في بتسوانا. رحلة سفر تعتبر جيدة بالنسبة لفريق النادي الأهلي إذا ما وضعنا في الحسبان الرحلة التي قطعها تاونشيب من بتسوانا للوصول إلى برج العرب حوالي 24 ساعة سفر. إذا الجهاز الفني يفكر جيدا في هذه المباراة، الإجراءات الإدارية، ترتيبات السفر، الإجراءات الفنية، كابتن سمير عدلي سبق البعثة بحوالي 48 ساعة لاستقبال الفريق، لكن عموما إن شاء الله تكون مباراة إيجابية، هنكون معاكم لحظة بلحظة بدءا من أول يوم السفر مع الفريق حتى الوصول إلى بتسوانا والترتيبات والتدريبات اليومية حتى موعد المباراة بإذن الله يوم السبت القادم في الساعة 6 مساء على الملعب الوطني بجبروني. تابعونا.
مشاهدينا الكرام، زي ما انتم شايفين في هذه اللحظات احنا في مطار اديس ابابا ترانزيت قبل السفر الى بتسوانا. رحله طيران حوالي 5 ساعات. البعثه الحمد لله كل الامور تسير بشكل جيد، لكن في اللحظات الاخيره تعذر سفر احمد فتحي الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون، فضل راحه اللاعب وعدم اصطحابه في هذه المباراه نتيجه معاناته بشد في العضله الاماميه. عنده اجهاد شديد وشد شديد، فبالتالي لن يلحق بمباراه تاون شيب يوم السبت القادم. فبالتالي البعثه الان في مطار اديس ابابا 23 لاعب استعدادا لهذه المباراه. هنكون معاكم خطوه بخطوه هنا من اديس ابابا حتى الوصول الى جبرون، وهيكون في استقبال البعثه الكابتن سمير عدلي المدير الاداري.